بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه من والاه. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد. حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، هو أول ليس قبله شيء، وآخر ليس بعده شيء، وظاهر ليس فوقه شيء، وباطن ليس دونه شيء، وهو على كل شيء قدير. وأصلي وأسلم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه من والاه. مدن أكان لك يكل دي قندي يشان دي يقر دي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكي إن شاء الله نلقى بينا بناه. المرتبة الثانية من مراتب الإسلام نهى الإيمان. والإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. يعني نكي قابلنا دي من بناهم معنا إسلام سيخو مرتبة سنيهون لهم مراتب الدين. دين سيسي أخوة مرتبة لسني هون لهم مراتب نيوس أخوة كان الأخ إسلام دي إيمان دي إحسان دي. إسلام ورأك تقابني هون دي مشاهدة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. لا ريسنين قابني هون دي بهم نكي مرتبة اللي ينقرنا من أكون الإيمان ورنقن إيمان. إيمان يكون قوخ بضع وسبعون شعبا، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وأركانه ستة: أن تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تؤمن بالله وملائكته، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه و رسوله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. لا ريت قابين وقنان ورنقن معناها أي مراتب الدين. يعني مرتبة من قصدنا بو مراتب الدين قن. المرتبة الثانية هنا سنك مراتب الدين سواء كان قصد من هنا ومنها الإيمان. إيمان ورن معناها قن إيمان بمعنى التصديق. تصديق معناها منا إيمان معناها صدقنا بو آمنا بو ورد جارد إن جارنا عصود إن كتاب إن جارلد إن تقود ملائكة إن جار إن شقولد إن رسول إن أنبياء جار إن شقولد إن أختار أولد. في نفس الوقت برضو قدر نبق خني خير دين يشاردي كذلك اليوم الآخر. اليوم الآخر عذاب نبق وانيت جنة وانيت لخ وانيت سؤال وانيت جزاء حساب دوانيت. لا لسنا والسنون لكن إن شاء الله. وإيمان اللغة لي معناها انقاب لي نعرب لي. إيمان التصديق معناها. وشريعة لي اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، وهو بضع وسبعون شعبة. يسنك يعني اعتقاد لبك در لسان در فعل جوارح در يعني اسنا حرك سنا تطبيق عملي. أولا لبكيل واني رشاه جوا لبكيل سبات رشاه وإيمان. في نفس الوقت إن جوارح أريو إن أنت تر أخن عدل أخن لك وكر أخن نين ناوك يعني يصير الله مشاه ودمرون كذا. في نفس الوقت لا قد كمان قابست رشاه اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. ورهم بكون ديبو معنا ثبتنا لبكيل لبك الحسب ندي لبك الإيمان ندي لا قد قاب ندي لا إله إلا الله إرسانك شرنا محمد رسول الله إرسانك ونان ودو أسرونسك. أولا ودو أسرونسك نان يعني كنيتد وديشتو صلاة متان نيت إسرقنين سلف مثلا مثال أدنان له لبقيد ترافع عكوك. في نفس الوقت قول باللسان شدن لا إله إلا الله يتوغن وربسم الله الرحمن يتوغن دمك ودو ني دمبي ناتدر انقاص توغن استنشاق رسي توغن استنسار رسي توغن نين ناو وناوا وليك وينهن حوالي بضع وسبعون يعني وليك وسبعين سيقاتل أول سأصدق راسك نين بضع يستو نين معناها إن يعني كم وسبعين آكرا بقل لنترن دي وليك ولنترن أول آكرا لي
أعداد شخصي معناها قل إيمان هم بقول له أقل واحد أديبها نالها أقل واحد أكل نال نشعب نيل إن مقلت قولت وركين إما أطل أذى على الطريق يعني إقمسي قدرب لدي يعينا عمق وانا كرنا وانا حاجات مقلت قولت يعينا للترسلي لا إله إلا الله أعلاها قن أدناها أقلها يعني كمرنا بهري الدرجة لا رأكر الدرجة بهر أكر النال لا إله إلا الله أقلها يعني أقل أكر الشجرري أقل درجة أكر ريا لما أطلع هذا أنا الطريق جن والشعبة جزء من الشيء الشعبة جزء من الشيء والبدع هو قلنا من 3 إلى 9 وأي إزالة الأذى من الطريق والحياء صفة انفعالية يعني والحياء بدعة والحياء شعبة من الإيمان يقال عليه حياء صفة انفعالية تحدث عند الخجل وتحجز المرء عن فعل ما يخالف المروءة دائما إنسى حياء والحياء كله خير دائما إنسى حياء حقيقة كان حياء وننديبه يعني إنسان استحياء كمان إنسان كجلق أكن إنسان سمارته أكن حواني تلد رقيسة كله حيب تلد رقيسة كله مروت أكيد أخذ أكان لد رقيسة قديبه رقيسة كله معناه نريها يعني نا قابني ناوك أركان الإيمان سناتك جمع كلهم معناها جن والإيمان ورانا قلنا يا سنك الحديث لنت سنك الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره ندنبي قال نوغن إيمان بالله ورا خصصكم ورا دمانسكم ماذا يتضمن الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى سجى سمعت وقد دل على وجوده تعالى يعني شعبة جينا دمبيين أول ناتج ذكرناهن على إن كم 70 جينا الله سبحانه وتعالى دليل خطأ خلقنا وما كان الله ليضيع إيمانكم بمعنى الصلاة برضو دعاء إيمان أحيانا انترتي لكن اثنان مؤلف قسمه كلهم كوك ورنجن إن إيمان دمنسا كلهم ماذا يتضمن الإيمان 4 مسائل نا 4 نسجنين ورنجن سجى مسألة دمنسا أولا دل على وجوده دليل وانك جار الله سبحانه وتعالى نيد أمنك بإيمان ورنجن وهابنجن نسجنين الفطرة العقل والشرع والحس نسجنين دمن سنك إيمانتي أولا ما دلالة الفطرة طيب ورنجن فطرة ما دلالة الفطرة على وجوده فإن كل مخلوق قد فطر على الإيمان بخالقه من غير سبق تفكير أو تعليم كل شيء ندينين فطر سنبخ إيمان خالق دوانت الله سبحانه وتعالى فطر كله خلق كله علم نقوله تفكير وانا نقوله الله خلق كله الله نبي أوجد كله فبالتالي من فطرتين وأي ما مولود أو ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه وما دلالة العقل على وجود الله تعالى فلأن هذه المخلوقات سابقها ولاحقها لابد لها من خالق أوجدها إذ لا يمكن أن توجد نفسها بنفسها ولا يمكن أن توجد دون صدفة طيب عقل ديخي وهب نيقن إن فطرسي ذكرناهن لمنا العقل دركو دو أي شيء ندني لنبق إن مخلوقات إن ما نرقور ندنب لشكور نانهم بور ناوك الله سبحانه وتعالى نجن نات نعصه ونجن نات خلقه ونجن نات وجد داخل الدنيل لأنه أصلا لا خني في خصني لا أدخل أقرأ شخلا ني في خصني لا أدخل أقرأ شخلا الله سبحانه وتعالى قن قدر خلو فبالتالي الله سبحانه وتعالى قدر خلو الله خدم بي إن الدنيل بخني وك خالق خلق أخلق ني الدليل كدو أقول حقن اللي ينري شرع أما يعني إن دليل إن شرعه قريوغن و الدليل قدو عقله ان فطرته قريوغن ناتك مثلا نحصل هون اقولهم نان دليل شرع اقوله فرنا باله وليكن دوس نحصل هون اقولهم ادله نزابر ذكرنا هون الله سبحانه وتعالى يق ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون الله سبحانه وتعالى قلنا خلق اخونا نقلنا اوجد اخونا اكسر هون اشياء نيلد تماما 100% حديث لير كذا
آيات الهيل. طيب وما أدل على الشرع على وجود الله تعالى؟ فلأن الكتب السماوية كلها تنطق بذلك وما جاءت به من الأحكام المتضمنة لصالح الخلق دليل على أنها من رب حكيم عليم بمصالح خلقه. وذلك إن كتب جار شقوا لهم ينقضوا أكدتي إن شريعة للبضو سجر أكدتي إن سجر إيمان دمان سوقن فطرة دي عقل دي شرع دي نحس قال نوغنان. طيب نحسي قال نوغن. طيب ما هو الدليل الحسي وما أدل وما أدلة الحس على وجود الله؟ ففي يعني في فمن وجهين لينا وجهين بقديبه دليل إن حس ورا نجمع معناها أننا نسمع ونشاهد من إجابة الداعين قال نكمر واس نكمر إن الدام دعاء جربق جورا جربق إن الدام جار لجربق وقوث المكروبين ما يدل دلالة قاطعة على وجوده تعالى. قال الله تعالى ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له. ويقول الله سبحانه وتعالى وإذ تتقيتون ربكم فاستجاب لكم. ونين ناوك دليل حسيقين قريب من آيات الأحاديث ونين أكدكنا إنه نين المعجزات إن أنبياء القمر قور مسطل أنتو عيسطل أنتو لما الله سبحانه وتعالى مسطل لما يقول فأوحينا إلى موسى أن أضرب بعساك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وموسى كذلك معجزات انترقوا نيناو دليل حسيقين من النبي محمد صلى الله عليه وسلم برضو نيل انترقوا يعني إعجاز متان طلب نخ منه النبي صلى الله عليه وسلم آية طلب نخ منه مثلا قريش والله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم حكمة وولو أربير أشرق إلى القمر أشر إلى القمر النبي صلى الله عليه وسلم فانفلق فرقتين فرآه الناس. وفي ذلك قوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر ويرون وإن يروا آية يعرضوا ويقولون سحر مستمر. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه.